احنا كنا مريحين في المحل ديال بيع واصلاح الهواتف، احنا ومجموعه من الاصدقاء اللي مجمعين، فاذا بواحد الشاب اللي جا حامل السلاح الابيض ديالو وشهروا في احد الاصدقاء، فاذا في واحد اللحظه كيهبط السلاح ديالو وكيضرب الولد اللي معنا غير برجلو. فهذيك اللحظه توجه امام الدائره الخامسه وبالضبط هنا حدا السياره ديال الشرطه، بقى شهر السلاح ديالو وكيتواصل مع ضابط ديال الشرطه. في واحد الاثناء جا صديق ديالو اللي بدا كيجر فيه باش يحيد، كيقول ليه لا صاحبي حيد من هنايا البوليس وكذا. في واحد اللحظه انطلق الباب ديال الشرطه من الباساج ديال لي زون دي كابي، وصاحبو تابعو كان كيجر فيه حيد من هنايا ما عندك ما دير. واحد الوقيته مني ضابط الشرطه حس بالخطر، لان السيد في حاله ديال السكر وما عاقلش على راسو، هاز سلاح ابيض ممكن يدير اي حاجه، فدافع على راسو كان هاد شي حاجه ضرب بها السيد. فاذا بصديق ديالو تحول من الوضعيه ديال الدفاع الوضعيه ديال الهجوم، بمعنى بدا كيدافع على صاحبه. مني شاف واحد ضابط ديال الشرطه جا باش يساعد صديق ديالو، فهاديك الاثناء مني ولاو جوج كيعتديو على الناس ديال الامن، تطلق القرطاس على ما سمعنا ان وحده جات في الكتف ديال السيد وهربوا بجوج. فهاديك الاثناء جا الدعم ديال رجال الامن، دارت حملات مشيطيه على مستوى الحي ديال كوكي اللي اعتقلوا فيها الشاب الاول اللي كان تضرب بالرصاص، فيما الاخر راه مازال في حاله فرار. تقريبا هادي عام دابا اللي كان واحد الشخص نيت اعتدى على رجال الامن بنفس الطريقه، مما ادى الى استعمال السلاح الوظيفي ديال رجال الامن. ولكن عموما انه كاينين عمليات ديال الاعتداءات، السبب الراجح هو الوضعيه الاجتماعيه ديال المنطقه، كذلك الوضعيه ديال الشباب. ملي كتلقى شاب عاطل ما عندوش عمل ومستوى دراسي ضعيف، فراه هو اكثر عرضه للشارع، اكثر عرضه باش انه يمارس الفعل الاجرامي. وبالتالي ممكن نوجهوا رساله هنا للسلطات ديال مدينه اسفي والمنتخبين الفاعلين على الشان المحلي، باش انهم يوفروا جميع الاليات باش انهم يديروا المواكبه ديال هاد الشباب هادو، وما يبقاوش عرضه للشارع، بالعكس يواكبوهم ويواكبوهم اجتماعيا باش يوليوا مواطنين صالحين داخل المجتمع. كنت البارح انا مريح هنايا مع الدراري مريحين، فاش تسمو ديك القرطاس تكلم ما عرفنا واش بلانش ولا شنو، من تمين جايين جيت نجرت يبان لينا بنادم هنا راه مجموع هنايا ما عرفنا كاع شنو كاين، ما سولنا بالك على القرطاس، ما القرطاس هنايا راه واش واحد تهجموا عليهم بالسيوفة، تجا المخزن دخل المخزن دخل السلطة، راه أدوا الواجب ديالهم. لا باش يهدرو الآخرين باش يخلعوهم، تا وحدين أخرين تما باش يتخلعو ويدخلو سوق رواسهم، لما جاوش يديرو بحكا لما جاوش يديرو بحكا اه لما جاوش يديرو بحكا يوقعو مشاكل هنايا. ما حتىش ماشي مرة ماشي جوج تيجيو تعداو على التسانكية مدينية، راه تيديرو مام بزاف الحوايج، ولكن هما بنادم متيحشمش، فيه المشاكل بزاف المشاكل هنايا تيوقعو، ولكن راه كاين اللي عندو ظروفو كاين اللي عندو كاين ما تعرفش ما تحكمش على بنادم فين الدماغ ديالو كيفاش ولا شي حاجة.